ما حكم من يحج حج بدل بقصد التكسب مع احتساب الأجر عند الله؟ بالنية، إذا كان قصده الحج والعبادة وأخذ المال لأجل يستعين به على العبادة وعلى تكاليف الحج هذا لا بأس. أما إذا كان العكس، يريد المال ويتخذ الحج وسيلة لأخذ المال فقط، هذا حج باطل، لأنه يريد الحياة الدنيا بعمل الآخرة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالذي يتخذ العبادة وسيلة لأخذ المال هذا يريد الحياة الدنيا بعمل الآخرة والعياذ بالله. أما العكس، إذا كان يريد عمل الآخرة ويتخذ الدنيا إعانة على عمل الآخرة ألا بأس بذلك، وهذا يرجع إلى النيات والمقاصد.